بدأت الحديث بأنه عندما نتحدث عن مثلا مسألة الذهب فلنذهب إلى أهل العلم المتخصصين، وحضرتك يمكن على رأسهم علشان حضرتك أحد أولئك الذين أسسوا ما نطلق عليه منطقة المثلث الذهبي. وهنا هبدأ الأول الحديث على منجم أبو مروات، حجمه إيه، أهميته إيه، إلى آخره، يعني احتياطي الذهب المتوقع منه قد إيه. حضرتك لو بدأنا في أول نبدأ نقول مبروك لشعب مصر العظيم، يعني هذا الكشف الاقتصادي المتميز، ومبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الإنجاز، وهو قائد التنمية في مصر طبعا. قلنا هنقول أن مصر فيها 120 مكان فيهم ذهب، دول الموقعين على الخرائط والمقيمين تقييم علمي بواسطة هيئة الثروة المعدنية. دينا منطقة أبو مروات هي منطقة على إنا سفاجة الكيلو 110 ناحية إنا، يعني من إنا للمنطقة نفسها 110 كيلو متر. المنطقة استحوذت عليها شركة أتون ريسورس الكندية ب 2009. طب دكتور مصطفى، هو الخط بيقطع جامد جدا، واضح ان الشبكه مش قد كده، لو انا استاذنت حضرتك بس تغير المكان شويه عشان يبقى صوت حضرتك واضح، لانه كلام حضرتك مهم جدا بالنسبه لنا. انا اتحركت شويه اهو. ماشي كده صوت كويس ولا معقول؟ جدا يا فندم، اتفضل. استحوذت شركة أتون ريسورس الكندية على حق الامتياز في منطقة أبو مروات عام 2008 طبق الاتفاقية ما بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية، وبدأت الدراسة عام 2009. طبعا مساحة الامتياز تبلغ حوالي 58 كيلو متر مربع، وتشمل طبعا منطقة غرب حمامة ومنطقة أبو مروات اللي هي بالقرب من جبل أبو مروات. معاك يا دكتور. دكتور يعني انشق كل دكتور مصطفى. الشركة الكندية انفقت حوالي 32.4 مليون دولار على الدراسة، اي ما يوازي مليار جنيه مصري. لو جينا قلنا منطقة ابو مروات اكتشفت الشركة فيها نطاقي معادن الذهب والمعادن المصاحبة له، اللي هي معادن مصاحبة اللي هي الفضة والنحاس، دايما بيكون مصاحبة للذهب يعني. هي طب دكتور، انا على المنطقة على الدراسات الباز تحتوي على كام؟ ايوه على 289 ألف طن. 289 ألف طن ايه بقى؟ طن من الخام. من الخام مش من الذهب. لا من الخامات المصاحبة، أنا هطلب من حضرتك دلوقتي كم ذهب وكم خامات مصاحبة. ماشي. فتبقى للدراسة طبعا احنا قلنا 289 ألف طن من الخامات، بيهم 33 ألف أوقية من الذهب. 33 ألف أوقية من الذهب. حلو. و 293 ألف أوقية من الفضة. جميل. وواحد ومية اتنين وسبعين طن من النحاس. اوكي. وواحد وربعمية خمسة وعشرين طن من الزنك. طبعا حنين نقول لازم نقدر التقدير فيها ايه، كام جرام للطن؟ سبعة وسبعة من عشرة، من سبعة وسبعة من عشرة وثلاثة وثمانية من عشرة جرام للطن في منطقة أبو مروات. يعني بنتكلم في متوسط حوالي 4 4 و2 من عشرة في الطن. طب يعني احنا بقى يعني بنتكلم على حوالي طن دهب. قبل الزيادة يا استاذ يوسف، لان احنا كل ما بننتج في الذهب بنكتشف مناطق جيده اثناء التصنيع، زي ما حصل في السكري اثناء التصنيع فالنسب بتزيد، يعني النسب دي قابله للزيادة مره واثنين وثلاثه يا رب. طالما الدراسات شغاله والتصنيع لسه طبعا ما بداش حلو. طبعا. خيط حمام منطقه اللي هي غرب حمامة دي توقع في نطاق محافظة البحر الأحمر، منطقة غرب حمامة بتقع في نطاق محافظة إنا، وكلهم بيقعوا في نطاق المثلث الذهبي.
وأول كشف حضرتك اقتصادي للذهب في منطقة المثلث الذهبي، عندما فرض الكشف الاقتصادي لحركة المنطقة التعدينية للمثلث الذهبي تكون منطقة أمراوات. برضو لو جينا منطقة حمامة، الذهب يعني في حوالي جرام للطن 5.5 من 10 جرام للطن، يعني 5.5 من 10 جرام للطن. برضو دي من المناطق الواعدة، لأنه الاكتشاف في المنطقتين أبو مروات وفي غرب حمام، ده اللي كله اللي موجود كله. لو احنا برضو جينا في منطقة حمامة وقلنا المعادلة المصاحبة فيها ايه، هنيجي حضرتك نقول ان اتفضل 27.3 جرام للطن. احنا قلنا الذهب 5.5 من 10 جرام للطن، الفضه 27.3 جرام للطن، النحاس 23% جرام للطن، الرصاص 19% جرام للطن، الاسمنت 3.5% جرام للطن.